مرحب جارس، مرحب لليكم مسلسلاتك واعلاناتك وعادات بسلام. ده مش زي اي رمضان تاني، ده جديد بقى. دي من الجديد بقى ان هو كاربون كوبي من رمضان. يعني تحس اللي كتب رمضان اللي فات او اللي قبله كان حاطط كده ورقتين ثلاثه كده ورق كربون وكتب كتب كل حاجه هي الاعلانات والمسلسلات ورامز، بعدين مسلسل بعد الرامز، بعدين بعد الرامز خنقنا كل حاجه هي هو بس شطب اقوى كارت في مصر. اشطب لي يا ابني على الكارت دي اكتب اقوى شبكه في مصر. حلو قوي. رمضان اللي فات عملنا فودافون ايه بقى؟ لما حلو قوي تامر حسني، لا المره دي بقى عمرو دياب وتامر حسني بقى. لا حلال لما وتات بعدين هو ده الجديد. رامز اكتب هو كارمن كوب. رامز تحت رامز فوق. اشطب يا ابني على تحت الارض اكتب رامز في الشلال. رمضان اللي بعده رامز فوق الجبال. لما يموت بقى رامز بقى خيال. هو كده كله كده نفس التتر، عملش اي حاجه جديده. صلوا على نبيكو هي نفس المره اللي فاتت ونفس الفكره بتاع المسلسل. رمضان السنه دي مش بيعملوا اي، يعني كل الناس مش بتعمل حاجه جديده. رأسهم سيد التقليد رامز بيلحت من نفسه. يقرا في الرمله تطلع له غوريلا، يقرا في الشلال بتاع سمبوسه يطلع في يا ابني استاي على سمبوسه. وربنا شايف شفتها قطايف، انا برضو شفتها قطايف. هاي يا ابني الصايع سمبوسة. وكل بقى تي تي رامز يأتيكم برعاية تي تي تي. نتكلم بقى على الإعلانات عشان رمضان كله إعلانات ومسلسل 30 ثانية إعلانات 30 ثانية إعلانات و10 ثواني وتتر. مفيش بقى أي حاجة، كله مفيش حاجة. بس كده كده لازم تدفع فلوس في كومباوندز بقى وأجهزة كهربائية عشان لازم طالما أنت مش تجهز بقى شقة. يونيون إير، إيجيبت إير، ليك فيو، ماونتن فيو، كلهم فيو، سعد فيو، مدينتي مدينة الحالة محمد رمضان. الحان ابوسي الحان ابوسي ايدك مدينتي مدينتي بيرعبني. يعني وانا باكل كده بضرب المعلقه يا نهار اسود مدينتك. بس العين حلو قوي عشان كومباوندز مش حد. مدينتي شفت عندها شلل، اشتري شقه في مدينتي نص المبلغ انت اشتريه ده يروح ليها عشان اعالجها بالشلل. بس برضو مدينتي قلعوك بقى خلاص. اعلان البوكسرات بقى عشان لازم تلبس بقى دايس بايس نايس بوكسرات كتير كتير. ده انا برضو شايف ان كان اريح من كل التكاليف دي. ممكن رمضان كله يتلخص في زورة، اعلانات رمضان كلها تتلخص في زورة لوب على كل القنوات. بكل بساطة رامز واقف في مدينتي، رامز واقف في مدينتي لابس بوكسر عليه مالت كله، لابس بوكسر بس وجنبيه تلاجة او غسالة عشان اجهزة كهربية، بتكلم في التليفون عشان شبكة محمول بس خلاص. والاغنية اكيد لوب اغنية مدينتي. ونبيع بقى شريحتي بغسالتي تحت الارض مدينتي في الشلال مدينة واصلة تعدي كده بالنص كده خلص رمضان كله تلخص. انا عندي سؤال بس اخير، لو انت واحد بيحتفل بحاجة وانت بتحتفل معاه بشخصه بانك تعمل كل حاجة هو بينها عنها معاه ويكبره يقعد معاك، يعني كأنه قاعد بيذاكر وانت بتحتفل معاه ان هو بيذاكر، وانك بقى تعمل طبل بقى وزغريته وزمامير ومزيكا واوركسترا في نفس البيت نفس الشقه، وتقطع بقى الكتب والمراجع والملازم والتكسر الام. انت كده بحكم انك بتحتفل معاه. لو ده بيحصل مش ده قله ادب او قله ذوق؟ انا مش عارف الكلام واضح ولا لا، بس مش ده عيب ولا ايه؟بتحتفل مع الناس برمضان بانكم بتعملوا كل الحاجات اللي رمضان بينهى عنها. لا والله مدينتي 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 وحد ابوك وحد ابوك وحد امك الحاره بحضر رمضان. ما انت فين عمر دياب فين يا جماعه؟ الحمد لله. الحان محمد رمضان الحان ابوسي مادي 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 مادي